مساء الخير إلى العناوين. أمر ملكي بتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح. ومطالب بمعالجة عشوائية المقاولات لتفادي الخسائر والتعثرات. سحب المشروعات من المطورين العقاريين المتعثرين، هل هو الحل الأخير لتسريع تسليم الوحدات السكنية؟ مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بتحويل المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للحكومة باسم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. إلى وزارة الصحة، حيث أعلنت عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما بلقاح كورونا. وأبانت الوزارة أن الأولوية للأطفال الذين يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة المواعيد لبقية الفئات قريبا. بروفيسور جراحة الكلى والمناظر الدكتور خالد العتيبي، والذي قضى ما يقارب 25 عاما متطوعا في إفريقيا حتى تم اختياره دكتور التطوع الأول عالميا قبل سنوات، زار معظم الدول الإفريقية الفقيرة وأجرى الكثير من العمليات الجراحية حتى لقب بدكتور الفقراء. زميلنا موسى يحيى التقى البروفيسور خالد العتيبي واستنطق منه كثيرا من الكواليس الإنسانية التي تستحق أن تروى. العطاء والتطوع زكاة العلم، فمن الواجب عليك أن تزكي العلم هذا والعطاء. دكتور الفقراء كما يطلق عليه، عندما منحه والده حق اختيار التخصص بعد تخرجه، اختار حينها الدكتور خالد العتيبي أن يكون متطوعاً لعشرين سنة مضت، متنقلاً فيها بين أدغال أفريقيا لمعالجة المرضى والفقراء وإجراء العمليات الجراحية لهم بشكل مجاني. من مرحلة الثانوية كان همي الكبير جداً أن يحصل على معدل ممتاز يؤهلني إلى دخول كلية الطب، ولله الحمد تم دخولي كلية الطب بمعدل عالي وأنهيت مرحلة البكالوريوس. وبعد إنهائي لمرحلة البكالوريوس مباشرة بدأت أول رحلة تطوع لي، كانت إلى باكستان إلى مخيمات اللاجئين الأفغان. أكثر من 40 بحثاً علمياً تم نشرها في مجلات علمية عالمية، والعديد من الجوائز المحلية والدولية، والكثير من العمل الإنساني هي حصيلة الدكتور خالد العتيبي خلال مسيرته المستمرة. في الرحلات التطوعية نقدم خدمات نوعية غير متوفرة في هذه الدول. يتم اختيار الدول الأفريقية على حسب الحاجة. طبعا هناك فريق لوجستي يقوم بزيارة هذه المناطق والبحث عن المدن والقرى اللي لها حاجة كبيرة جدا في التخصصات الجراحية. تم تكريمي على مستوى الوطن العربي بجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم للتميز الطبي والبحثي في العالم العربي، وتم تكريمي مؤخرا في دبي، ووضع أسامي وصور الفائزين على برج خليفة.
يعكف الدكتور خالد الآن على تدريب الأطباء والطلاب ونقل خبراته إليهم بجانب مواصلة أعماله التطوعية والإنسانية لبرنامج يا هلا موسى يحيى الخبر. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد الجسر البري الإغاثي لدعم الشعب الأفغاني الشقيق المكون من 200 شاحنة على متنها 30,000 سلة غذائية و10,000 حقيبة شتوية تزن 1,920 طن. وفور التدشين انطلقت 16 شاحنة تمثل أولى طلائع الجسر البري إلى أفغانستان، تحمل على متنها 360 طنا من المساعدات الغذائية والإيوائية، تستهدف عددا من المناطق الأفغانية. وما زلنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودوره الإنساني الذي لا يقف، حيث اختتم الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في تنزانيا. وفحص الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة 60 حالة، كما أجرى 34 عملية قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الآن الدكتور علي القرني، وهو مدير إدارة التطوع بمركز الملك سلمان الإغاثي. دكتور حياك الله معنا في يا هلا، ولا أشرح أو أصف لك مدى فخرنا بما تقدمون إنسانيا. أهلا وسهلا أخي مفرح، وأرحب بك وبالسادة المستمعين والمشاهدين الكرام، وسعيد بالمداخلة معكم هذا المساء. أهلا وسهلا. وش تفاصيل الحملة التطوعية الطبية اللي في تنزانيا لجراحة القلب المفتوح؟ في الحقيقة أخي مفرح والسادة المشاهدين، كان ذلك بتوجيه من القيادة الرشيدة حفظها الله في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للمحتاجين، وانطلاقا من رؤية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بأن يكون رائدا في هذه الأعمال وتنقل قيمنا إلى العالم. استمراراً لبرامج التطوعية في خطتها الماضية والتي تضمنت أكثر من 175 مشروعاً تطوعياً استفاد منها أكثر من 380 ألف مستفيد، أتى هذا البرنامج الطبي التطوعي بعد التنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تنزانيا، وذلك بعد أن لمسنا الاحتياج الخاص للأطفال المصابين بأمراض القلب. كان هذا البرنامج أخي مفرح والسادة المشاهدين سبيلا لإنقاذ العديد من حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب على يد الأطباء السعوديين المتطوعين الذين هم من أفضل وأمهر الكفاءات الطبية في تخصصاتهم، وكان ذلك من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح معقدة للأطفال. وكما تعلمون أخي مفرح أن جراحات القلب المفتوح تعتبر من التخصصات النادرة والدقيقة والصعبة والتي تستدعي عناية خاصة للمرضى وحرفية في يد الطبيب تكون عالية في الأداء. ولذلك لم يقتصر دور الفريق الطبي التطوعي على إجراء العمليات دون رعايتها، بل تضمن الفريق الطبي التطوعي عددا من التخصصات المهمة التي تضمن تقديم الرعاية كاملة. نعم. شملت عددا من التخصصات في العناية المركزة وكذلك جراحة القلب وطب الأطفال والعلاج التنفسي والتخدير والتروية القلبية وكذلك الأشعة الصوتية والطاقم التمريضي كاملا. ما شاء الله. استفاد من هذا البرنامج كما ذكرت أخي مفرح 34 طفلا الحمد لله تم إجراء العملية لهم وتكللت كلها بالنجاح. نعم. بعد توفير كامل الأجهزة والاحتياجات الخاصة بالبرنامج الطبي التطوعي من أجهزة ومستلزمات وخدمات لوجستية. جميل. أخيرا دكتور، بعد إجراء هذه العمليات والاطمئنان على صحة الأطفال، كيف تصف لنا يعني ردة فعل الشعب التنزاني وأهالي هؤلاء الأطفال على ما أجري لهم يعني في الداخل؟ دعني أنقل لك قصة إنسانية حدثت في تنزانيا. كان هناك طفلة اسمها ليلى مصابة بمرض، المرض هذا تكون الطفلة فيه أو الطفل لون البشرة أبيض فاتح أشبه ما يكون بالبهاق بغض النظر عن لون بشرة الوالدين. الطفلة عمرها أقل من 3 سنوات،
كان لديها مشكلة في القلب، مشكلة في القناة الشريانية لديها كبيرة ومفتوحة منذ الولادة بين الشريان الأبهر والشريان الرئوي، وغشاء تحت الصمام الرئوي مما يتسبب في ضيق وإعاقة تدفق الدم إلى الشريان، بالإضافة إلى مشكلة في القلب. فهذه الطفلة ليلى تعاني منذ ولادتها من مرض يسمى بالمهق. يعاني الأشخاص المصابون بهذا المرض من انخفاض كمية الميلانين أو عدم وجودها على الإطلاق، مما يؤثر على لونها وبصرها، وقد يظهر الفرق في اللون بين الطفل ووالديه كما يعني استعرضتم في الفيديو قبل قليل. غالبا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض شعر أبيض أو أشقر فاتح، وكذلك الجلد يكون شاحبا جدا، ومهما تعرض للشمس فلا يتغير لونه، ولكنه يعني يسبب آلام. أيضا سمة من سمات المهق أن مشكلة العيون تتلخص فيها الرأرأة أو اللابؤرية ورهاب الضوء، حيث تتحرك الأعين بشكل لا إرادي من جانب إلى آخر. في الحقيقة الأم قلقة جدا ومستاءة جدا وتعيسة جدا من وضع ابنتها. وعندما وصل الفريق الاستطلاعي وتقابل مع هذه الوالدة وطمأنها، هناك فريق طبي تطوعي، ما شادت أن تصدق. وبين مشاعر القلق ومشاعر الخوف ومشاعر الفرح، وسلمت أمرها لله على فرح ممزوج بمشاعر الخوف. بعد أن تكللت العملية بالنجاح الحمد لله، كانت مشاعر أخي مفرح لا توصف، مشاعر يعني أغلب المتطوعين أو الموجودين على تلك الحالة الذين نقلوا لنا الصورة، يعني بعضهم سالت دموعا من شدة الفرح. الجميل لله. في التطوع، الجميل في التطوع أن التطوع لذته في العطاء، وتأتي هذه اللذة فورية. سعادة السفير في تنزانيا مأجورا مشكورا قام بالاطمئنان على هذه الطفلة وعلى والديها، وقدم لها الهدايا، ومشكورا ساعد في تسهيلات إجراءات الحملة الطبية التطوعية. نعم. التي اختتمت ولله الحمد. دكتور شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا في أهلا، وشكرا لكل ما يقدمه حقيقة مركز الملك سلمان الدولي للأعمال والإغاثة الإنسانية اليوم، وشكرا للقيم النبيلة التي ينقلها عن صورة المملكة السعودية العربية السعودية إنسانيا إلى العالم. إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت عن وصول عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 1,900,000 موظف في عام 2021، وهو الرقم الأعلى تاريخيا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن ينضم إلي عبر الهاتف الآن المهندس ماجد الضحوي، وهو وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة. مهندس حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. حياكم الله ومساء الخير عليكم، وشاكر للاستضافة. اليوم نتحدث عن الرقم الأعلى تاريخيا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص، أعلنتم عن 1,900,000، ما تفاصيل هذا الإعلان والرقم؟ صحيح، اليوم نحن في نهاية العام 2021 ولله الحمد لاحظنا نتائج إيجابية فيما يخص توظيف السعوديين بالقطاع الخاص تحديدا، حيث مثل ما ذكرت تجاوز إجمالي السعوديين العاملين وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية قرابة 8,910,000 موظف وموظفة لأول مرة، وهو الأعلى تاريخيا كما ذكرتم. هذا الرقم له كثير من النتائج الإيجابية، من أهمها نسبة التوطين التي ارتفعت خلال سنة واحدة من 21.5 إلى 23.6، ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي السعوديين بلغ لأول مرة 49.8، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل مشاركة في القوى العاملة من السعوديات الإناث حيث بلغ 34.1 مقارنة ب 32.4. ويجب الذكر أن هذا الرقم 34 تجاوز مستهدف الرؤية اللي هو 32.4 في الربع السابق ولله الحمد. نعم. جميل، كيف وصلتم إلى هذا الرقم مهندس؟ يعني أكيد إن في كثير من التفاصيل والكواليس الغير معروفة، ماذا تحكي لنا؟ الحقيقة يمكن الوزارة أشارت في عدة لقاءات إلى استراتيجيتها في التوطين واعتمادها على مجموعة من الركائز، من أهمها توطين المهن النوعية وتوطين الأنشطة التي تستوعب أعداد كبيرة وفيها تطور وظيفي للباحثين عن عمل والقطاعات أيضا، وتوطين المناطق الذي يعتمد على الميزة التنافسية لكل منطقة، وهذه
أحد الركائز المهمة. الأمر الثاني وهو الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات المشرفة على هذه القطاعات والمؤامرة معهم على الدعوم والمؤامرة معهم على الباحثين عن عمل من خلال عمل دراسات وتحليل لبياناتهم وفرص مناسبة لهم. أيضا نشير من أحد أهم الركائز واللي هو مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص التي كانت عنصر أساسي ومهم لنجاح مبادرات التوطين التي تقودها الوزارة. الحقيقة أثبت القطاع الخاص قدرته على استثمار الكوادر الوطنية والخريجين في مختلف التخصصات للعمل في مجالات وظيفية جديدة في هذه القطاعات المختلفة، والذي أدى مثل ما شفنا زيادة معدل مشاركة القوى العاملة للسوق السعودي. نعم. جميل، يعني كل ما ارتفع العدد يعني طمعنا في الزيادات دائما، ولذلك أسألك ما القطاعات التي ستقبلون على توطينها وتعلنها لنا اليوم عبر شاشة يا هلا؟ طبعا الحمد لله جميع المؤشرات تقودنا إن شاء الله للتفاؤل بحول الله في المرحلة القادمة. المؤشرات الاقتصادية ممتازة وخطط الرؤية ومستهدفاتها الطموحة نشاهد نتائجها اليوم على أرض الواقع بزيادة حجم التوظيف كما شهدنا خلال التقارير الربعية والسجلات الإدارية السابقة. أعلننا هذا العام عن خارطة الطريق لقرارات التوطين، وكذلك أطلقنا نطاقات المطور إن شاء الله الذي يمتد إلى زيادة نسب التوطين في السنوات القادمة، وأيضا نعلن قريبا إن شاء الله عن ما تبقى من هذه القرارات، وسوف نعلن قريبا عن قرارات التوطين لقطاع الإعلام وقطاع الاستشارات وقطاع الترفيه وبعض المهن إن شاء الله الجديدة التي نعلن عنها إن شاء الله لاحقا. نعم عفوا مهندس، بس نعيد القطاعات الثلاث اللي ذكرتها. قرار قطاع الإعلام والترفيه والاستشارات، هذه اللي ستوطن في القادم القريب بحول الله تعالى. شكرا جزيلا لك مهندس ماجد، شكرا لحضورك معنا في أهلا، شكرا لأنك حقيقة يعني أكرمتنا بمثل هذا الخبر والإعلان. إذا ثلاث قطاعات قابلة للتوطين: الإعلام، الاستشارات، الترفيه، بالإضافة إلى أن الرقم الذي أعلن 1,900,000 وصول عدد الموظفين في القطاع الخاص في 2021 هو بحسب البيانات والأرقام والإحصاءات الأعلى تاريخيا من حيث عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص. أشكر كثيرا المهندس ماجد الضحوي على تجاوبه معنا ومع دعوة برنامج يا هلا، والشكر موصول أيضا لكل الأساتذة في العلاقات والإعلام في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تواصلهم وتجاوبهم ومد هذا الجسر التواصلي اليوم ما بين الإعلام والجهات المسؤولة، لأنها الغاية التي ننشدها ونريدها دائما. بعد هذا الفاصل ألتقيكم في أول موضوعات يا هلا الحوارية اليوم. حياكم الله مجددا في هلا. قبل أسبوعين في هذا البرنامج تحدثنا على إشكاليات التأخر في تسليم الوحدات السكنية، وكان معنا مجموعة خلوني أسميهم من الناس اللي تضرروا من تأخر تسليم وحداتهم السكنية. يومها أعلننا أنه لدينا موافقة من الأساتذة في برنامج وافي، هو برنامج البيع والتأجير على الخارطة، أن يكونوا ضيوفنا في واحدة من الحلقات لتوضيح الجانب المتعلق بتأخر تسليم الوحدات السكنية إلى حقيها وما يترتب عليه وأسبابه وكل التفاصيل المتعلقة به. الحقيقة أن الأساتذة في وافي كانوا أوفياء لما وعدونا به من ظهور تلفزيوني، ولذلك يحضر معي في الاستوديو هنا الأستاذ أنس المزروع، وهو مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتنظيمية في برنامج البيع والتأجير على الخارطة المسمى بوافي. أستاذ أنس مساء الخير وشكرا لقبولك دعوتنا. الله يحييك، مساء النور. الله يحييك. قبل ما نبدأ حوارنا معك أستأذنك أنه نعرض بس للمشاهدين جزء مما دار في تلك الحلقة علشان نكون مع بعض في المسار هذه الحلقة والإجابة على أهم الاستفسارات بخصوصها. احنا عندنا مشكلة مع المطور، عدم وضوحه وعدم إجابته معنا في ناحية الاستلام الفلل. احنا عندنا الفلل، في فلل عندنا جاهزة بلوكاتها من شهر 9 إلى الآن ما تم استلامه جاهزة للتسليم. تواصلنا مع المطور شنو المشكلة التأخير، أكثر من واحد يحولنا على شخص، إما مشكلة الكهرباء، إما مشكلة وزارة المياه، إما مشكلة البلديات الإفراز السكوك، إلى الآن ما ندري وشنو الوضوح معهم وشنو المشكلة التأخير. يعني تكلم عن فلل بلوك مثل عندنا بلوك في المشروع من 2018 من شهر 9 إلى الآن ما تم تسليمه، مقفلة بيبانه وجاهزة للتسليم. عانينا معاناة شديدة للأمانة، ناشدنا الجهات المختصة
تطرفنا الى وزاره الاسكان يا اخي الكريم، تطرفنا الى الممول، لم نجد اي حل جذري من قبلهم. طيب المطور ايش يقول لكم يا استاذ حسين؟ المطور طال عمرك ابد يدينا وعود وهميه للاسف. طيب ابى اسالك عبد العزيز نفس السؤال اللي سالته لمحمد وحسين، اليوم يوم تتكلمون مع المطور وش يقول؟ محمد كان يقول لهم عندنا مشكله في الكهرباء، روحوا المشكله في الكهرباء. حسين كان يقول لهم لا تكلموني، روحوا للجهه المسؤوله. انت وش يقول لكم المطور؟ المطور العقاري يقول والله البنوك ما بتعطي فلوس الجهات التمويليه. هذا عذر ثالث. عندنا قسط تمويل عقاري، عندنا قسط تمويل شخصي، وعندنا يا طول عمر السلام هجر البيت. يعني تخيل هالتراكم والديون هذه اللي تراكبه علينا، يعني ما يصفى شيء من رواتبنا تروح كلها عشان ذا الديون. احنا ما عندنا شيء فايده. احنا يوم اجل انا يوم اخذت البيت وكنت مكلم المطور بنفسه المدير التنفيذي، قال 7 شهور تستلم بيتك. انا الحين 7 شهور تعدت، صارت نوصل 2022 بكمل 24 شهر ما استلمت بيتي. طيب اذا سالته قلت له ايش سبب التاخير، قال عندك اي سؤال لو سمحت توجه الى وزاره الاسكان. انت كونك جاي من احد مستفيدين وزاره الاسكان ما لك علاقه لي، لكن انا ادفع طال عمرك يا استاذ مفرح ايجارين، ايجار للمسكن الذي لم أرى وإيجار البنك، وانت عارف حتى لو ألغيت أو انت عارف كل يوم بيزيد العقار بضعف الأضعاف. تواصلت معهم أنا شخصيا وسافرت عدة مرات وطرقت الباب كذا مرة، للأسف ما يواجهون إلا خدمة العملاء. المشروع 590 فلة، ما أنجز فيه الأربع قاشر فلة، وين تكلم ولا سوى شيء لحد ما. معلش تعد لي المعلومة، كم المشروع؟ المشروع 590 وحدة عقارية. طيب اللي استلموا الاشخاص 14 وحدة فقط، الباقي ما استلم ولا في امل انه يتسلم في الفترة هذه. ليش تقول ما في امل؟ ما في عمالة، ما في مطاولين. كان هذا جزء من الحلقة الفائتة وأبرز المشكلات اللي كان موجودة. أرحب مجددا بضيفي الأستاذ أنس المزروع. أستاذ أنس، سمعت المشكلات وبناخذها بالتفصيل الكامل، لكن قبلها علشان تكون الصورة واضحة للمشاهدين نبغى نحكي للناس وافي، وش برنامج وافي بالضبط؟ يعني هذه المنصة ماذا تقدم؟ حياك الله. وافي، خلني أقول وافي ولدت أو نشأت بصدور قرار مجلس الوزراء يعني في عام 1430. كانت يعني 1430 هي لو نرجع بالتاريخ شوي، كان في إشكالية في التطوير العقاري بشكل كامل. كان عندنا مساهمة عقارية متعثرة، كان عندنا إشكاليات في حوكمة القطاع كامل، كان عندنا إشكاليات في استلام المبالغ وإدارتها. ويمكن تعرف تاريخ المساهمات العقارية المتعثرة اللي حصلت في السنين الماضية. من 1430 بدأ الإنشاء، بدأ التطوير وتنظيمها. في عام في 2016 مع إطلاق الرؤية صدر أمر سامي كريم بنقل هذا الاختصاص إلى وزارة الإسكان في حينه، لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بلجنة مشكلة كمجلس إدارة تقريبا من برئاسة الوزارة وعضويات من وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية، وبالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص. هذه يعني كشكل قانوني بدأت في وضع الأنظمة وحوكمة القطاع بشكل كامل. الحمد لله صدرت مجموعة من الأنظمة في حينها. الأنظمة هذه كانت ترعى في شكل رئيسي هي رفع الشفافية، حفظ حقوق المشترين بشكل رئيسي، أيضا رفع قدرات السوق العقارية من المطورين عقاريين وغيرها. كان عندنا فيه فراغ كبير في السوق العقارية وقدرات المطورين، فكان في مساهمة في رفع، ولليوم الحمد لله يعني نجدها من 2016 اليوم يعني ارتفاعات سنوية بأكثر 100%، والسنة الماضية تقريبا 200%. هذه كلها ساهمت في تمكين القطاع، زيادة معروض، ضخ بشكل كبير. طبعا هذه الجهة تنظم وافي، تنظم الأنشطة العقارية المباعة مبكرا. أي وحدة لا زالت على الخارطة أو على ورق وخريطة وتشتريها عبر خريطة أو تصاميم، يعني مثل يترجمونها بعضهم هي أوف بلان، يترجمون بعضهم على التصميم، يعني زي الجزائر ترجمها في النظام على التصميم. فأي وحدة تباع على التصميم تسمى على الخارطة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة العقارية اللي تستخدم. يا سلام، جميل، وإن شاء الله لكم كل التوفيق في برامجكم القادمة. بندخل للشكاوى اللي سمعناها، ويمكن إحنا يعني أكثر اللي كان الشكاوى جاية من الدمام، ولكن في أكثر من منطقة يشتركون في نفس الشكوى، ألا وهي جينا أخذنا المسكن وعدنا أنه نتسلم
وإلى الآن ما تسلمنا. صح. وبعضها عدت عليها سنة وسنتين وما تم التسليم. وين المشكلة بالضبط وش دوركم في حل هذه المشكلة؟ صحيح. أنا اسمح لي بتطرق الآن المشكلة بس بتطرق للمشاريع. اليوم خلال المرحلة السابقة رخص أكثر من 277 مشروع. أي. بأكثر من 204,000 وحدة، 200,000 و4,000، أكثر من 200,000 وحدة. خلال هذه المشاريع اليوم الحمد لله يعني في شكل سنوي يكون في تسليمات وصلت اليوم إلى قريب 40,000 وحدة، إنجازات مكررة. والله الحمد كل سنة يعني تدخل وحدات وتطلع وحدات منجزة. طبعا بطبيعة الحال في كل مشاريع عقارية قد تواجه بعض التحديات في التعثر. واجه القطاع العقاري، طبعا هذا الكلام ليس تبريرا للمطور المتأخر أو غيره، لكن واجه القطاع العقاري يمكن مشكلة كورونا ومجموعة من المشاكل اللي حجمت من سلاسل الإمداد وغيرها. بعد مشكلة كورونا حاولنا نعيد تمكين المطورين وفي السوق العقارية. الحمد لله جزء كبير استطاع النهوض سريعا، وهذا عالج مشكلة كبيرة يعني كانت قد تحدث بسبب كورونا، ومما ساهم في خفض المؤشرات العامة اللي على التعثر إلى أن وصلت أقل من 1%. اليوم العدد اليوم يعني من 200,000 وحدة عندنا 0.5% تقريبا هي الوحدات المتعثرة. ومع ذلك أيضا معلش مهندس، الوحدات المتعثرة كإنجاز للمشروع ولا كتسليم؟ لا، هذه متعثرة لم تستلم. اليوم عندي 200,000 وحدة. وشلون أقل من 1% والمشتكين كثر جدا؟ الحين بجيك يعني في صورها. طبعا 1% من 200,000 وحدة. أي. ف1% تقريبا ما عاد أحسبها. طيب. 5,000 أو بهذا قريب. لكن هذه العدد الوحدات اليوم انحرفت بسبب مسببات كثيرة، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول قانونيا. أحد يعني المشاريع اللي اليوم يمكن بعض وصفوها يعني قالوا 590 وحدة. أي. عقارية، هو مشروع فعلا تأخر. أي. وتقدم بأسباب مقبولة وأسباب غير مقبولة. أي. راجعنا الأسباب، طلب إمهال، هذا اللي في الدمام. هذا اللي في الدمام. أي. نعم. طبعا المنطقة هذه عشان نتصورها منطقة فيها مجموعة من المشاريع قريب 6 أو 7 مشاريع كلها اليوم في مرحلة تسليم ولله الحمد. أي. عدا هذا المشروع. هذا المشروع واجه إشكاليات كبيرة، طلب مهلة وتمديد، وافقت وافي على تمديده لأعذار كثيرة، مهلة أخيرة. أي. تم التمديد لهذا المشروع، لم يفي ويلتزم بهذا التمديد اللي هو المطور، المطور والتزاماته من المطورين. تقدم مرة أخرى بتعهد. إيه؟ أن في نهاية السنة، اليوم مع نهاية السنة يعني بقي. إيه؟ تقريبا أسبوع أو أسبوعين يسلم الوحدات للمشترين. اليوم أنه في هذا تعهد هو موقع عليه. نعم. أنه في 31/12 يسلم. صحيح. وإذا ما سلم بيطبق عليه الأحكام القانونية، وهي رقم واحد اليوم عندنا في قرار مجلس الوزراء المادة الثامنة في حال أول شيء، هذا طبعا دلالة واضحة على عدم قدرة المطور على إكمال المشروع. إيه؟ وفي حال عدم قدرة المطور على إكمال المشروع ستقوم اللجنة بالتشاور مع المكتب الاستشاري المحاسب القانوني في اتخاذ. إيه؟ الإجراءات اللازمة، إما في إعادة المبالغ أو في تصفية المشروع أو في إسناد المشروع إلى مطور آخر لإكماله. بالله إذا تسمح لي نأخذها واحدة واحدة. الآن إما إعادة المبالغ. طبعا بشكل عام الحين. طيب. الحين برجع أنك وصفنا حالة لكن نرجع بشكل قانوني. إيه؟ إعادة المبالغ للناس اللي اشتروا. صحيح، هذا أحد الخيارات، لكن هذه أنا أتكلم كتقنين قانوني، ولكن كواقع اليوم. إيه؟ على هذا المشروع هذا وصف حالة قانونية، بيتم في حينها إصدار القرار المناسب لحال المقرار. أو إيش؟ أو إسناد المشروع للمطور آخر. إيه؟ لإكماله، أو تصفية المشروع إذا كان المشروع خلاص يعني ما فيه. طيب ما هو موضوع إعادة المبالغ مثلا، وين حتعيدونها؟ الناس ماخذين من البنك، حتعود للبنك مثلا؟ هذا اللي أنا أقول لكل مشروع حالته. عشان كذا لما جيت لك في الأوصاف القانونية. إيه؟ قلت لك خلينا نجردها من المشروع الحالي، لأن في وقتها بيصدر قرار اللجنة المناسب لحالة المشروع. طيب بس إذا تسمح لي أستاذ أنس، خلنا نقفل ذا المشروع ونروح للعامة. الآن أنت قلت قبل شوي في كلامك أنه في أسباب مقبولة وأسباب غير مقبولة قانونيا. بهذا التعبير وش الأسباب غير المقبولة قانونيا؟ لا أنا ما بي أدخل في الأوصاف، لكن أنا بقول لك بكمل لك إذا تسمح لي في الجزاءات اليوم القانونية. ما بدأنا كملت أنا، هذا أحد الجزاءات اليوم. أيضا التأخر هذا في حق قائم للمشتري 7% عن كل يوم تأخر من تقسم على أساس يومي. عن كل يوم 7%. ترى في ناس على أساس يومي، ترى في ناس لهم سنتين ما استلموا. إيه 7% هذا حق لهم.
طيب. اليوم هذا الحق اليوم في واضح في قواعد حمايه حقوق المستفيدين الصادره من وافي عظيم. وايضا بقرارات مجلس الوزراء. ايضا في حال صارت هذه التاخرات غير مبرره او فيها اي احتيالات ماليه او غيرها، عشان كذا نتكلم بشكل عام، قد نلجا الى اتخاذ اجراءات احترازيه مثل الحجز على الاموال والطلب من الجهات المعنيه الحجز على الاموال ولحال النيابه العامه لاتخاذ او استكمال الاجراءات النظاميه والرفع امام المحاكم الجزائيه بشانه. يعني الوعد 31/12 هذا بشأن هذا المشروع. اي نعم. خلنا بس نقول لأهل الدمام اللي ماخذين في هذا المشروع، الا احنا على الهوى الان، انه الوعد 31/12 ان لم يتم تسليم الوحدات السكنيه فعليهم ماذا؟ مراجعتكم ولا ايش؟ مباشره اللجنه تنتظر هذا التاريخ. ايوه. وافي المعنيه، وسيتم بعدها عقد الاجتماع مع اطراف المشروع، المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري. اي. واتخاذ القرارات النظاميه في شانه. طيب، ومن ضمنها اللي هو 7% عن كل يوم تاخير ترجع للي اشترى. هذه 7% في حال تاخير التسليم. اليوم اليوم في اليوم احنا بندرس هل قادر اصلا المطور على اكمال المشروع؟ هل يسقط حقهم؟ لا يسقط حقهم. طيب وشلون الحين مهندس استاذ انس، اذا جاء عندكم المطور وقال لك انا فعلا قادر بس ابغى مهله جديده؟ يعني الناس ترى لهم سنتين منتظرين. طبعا هي يتقدم بخطاب رسمي ونموذج. او نموذج هل بتوافقوا له يعني؟ لا، اليوم مهله جديده. ايه مفروض لا خلاص الرجل كاتب تعهد. ايه انتهت المهل اليوم. بس انا اتكلم عن، انا خلينا نرجع الوافي نتكلم بشكل طبيعي للتعامل مع المشاريع اللي فيها اشكاليات انحراف. اليوم بعض الانحرافات فيها اسباب، مشاريع عامه فيها اسباب مبررة، احيانا انقطاع سلاسل الامدادات كان مشكلة، كورونا كان مشكلة. طيب. في اشياء يعني صدر فيها قرار. وش الغير مقبول اللي ذكرته استاذ انس من الان؟ احنا نتكلم عامة مو على مشروع معين، مثل ايش؟ يعني اليوم مو مقبول من المطور انه يتقدم يقول انا بمدد المشروع لاني والله رايت اني بغير خطة وباخر مبيعات وغيرها. هذه الاسباب يعني ما لها تبرير لانك التزمت. اليوم اذا التزمت امام المشترين يجب عليك الوفاء بالتزامات المشترين او تقديم، اذا اتفقت مع المشترين على التمديد. اليوم وافي لا تلزمك بتاريخ في الاصل، اليوم وافي تلزمك بما الزمت نفسك. اذا جيت انت وقلت انا بخلص المشروع خلال 3 أو 4 سنوات وبدات البيع، اليوم انت ملتزم بهذا التاريخ. تقول لا بغير الخطه، من تم البيع معهم يجب الالتزام معهم بهذه الخطه. في حال وجود إشكاليات معينة قانونية، في حدود قانونية زي ظروف طارئة أو القوة القاهرة تنظر اللجنة فيها وفي تمديد المشروع بحد معين. طيب، في نقطة مهمة ضروري نفصل فيها إذا تسمح لي. طب. من الضيوف اللي طلعوا معي في هذه الحلقة وإجمالاً الناس تقول أنه أنا يا جماعة قال لي حاستلم في 2020 مثلاً، تمام؟ أنا اليوم 2021 وما استلمت، البنك يخصم قسطه بشكل شهري، وأنا خلال هذه السنة اللي مفروض أني استلمت فيها جالس أدفع إيجار لمكان آخر، مين يعوضهم؟ هذا 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 الجو هذا سؤال وجيه جدا، وهذا السؤال فعلا هو اللي بناء عليه كانت في دراسات وصدرت الأحكام القانونية بال 7%، 7% هي مساوية للأجرة تقريبا أو متوسط الأجرة السنوية اللي دفعها. هي مثل أجرة المثل. اليوم أنت اليوم عندك وحدتك المفروض تستلمها في 2020 وجاء 2021 ولم وما استلمتها. ايه؟ وحدتك بقيمتها مليون، وحدتك العقاريه. طيب، 7% هذه كانك اجرتها لصالح المطور مده سنه كامله. طيب متى يدفعها له المطور؟ مثلا جاء سلمني بعد سنه، متى يرجع لي فلوسي اللي هي 7% حقي؟ اليوم المطور هو المفروض يطالب وليس المشتري. كيف المطور يطالب؟ اليوم حوكمة قطاع البيع الخارطة أو الشراء على الخارطة ما تأخذ منك الكاش كامل. اليوم أنت تدفع على أقساط، فأنت اليوم ما دفعت كل وحداتك، فأنت بتخصمها أصلا من الدفعة الأخيرة. 7% هذه تنقص المليون، هي نقصان من السبعة الأخيرة. فلو كان في مطالبة بيكون مطالب من المطور إلى المشتري وليس العكس. المطور ما راح يطالب، المطور بيقول بركه اذا ما انتبه لي، بس اذا ما انتبه لي. اليوم بس انا اليوم كمشتري كيف احصل على حقي؟ مين بيدعمني؟ مين بيساندني؟ مين بيقويني؟ على المطور، اسف على التعبير، بس لانه الناس يعانون من تعنت المطورين. صحيح. طب اليوم طبعا وافي او بعض المطورين عشان نكون لا انا برضو عشان ما نعمم على المطورين، وانا اعود اكد ترى القطاع العقاري ولله الحمد اليوم في مرحله نمو كبير وتحول نوعي جدا، ونشاط البيع الخارطة كان ساهم بأكثر من 80% من ارتفاع نسبة التملك. نرجع للسؤال، مين اللي بيعينهم؟ اللي يعينهم وافي طبعا، وأحكام وافي وارتباطاته، وأيضا نظم عقود.
وأيضا هذه العقود منظمة وعقود استرشادية تحميه حتى في حال الرجوع إلى الجهات القضائية المختصة في أي نزاعات تعاقدية توقع على عقود استرشادية مجدولة ومعتمدة. جميل. بس يا أستاذ أنس، وأنا أعرف رحابة صدرك ومدى قبولك الكبير، الناس تشتكي حتى من وافي، هم يقولون إحنا نخاطب وافي، نخاطب وزارة الإسكان، نخاطب، ما يردون علينا، ما حد يعطينا إجابة مقنعة. كيف، إيش الطريقة اللي ممكن يتواصلوا معكم وتقولوا لهم يا جماعة إحنا سندكم، إحنا في ظهركم، المطور ما يقدر عليكم وإحنا موجودين؟ كيف؟ لا، لو في قصور فعلا فإننا نعتذر، لكن لا، وافي اليوم مفتوح أبوابها يوميا عبر الوسائل الإلكترونية. حلو. أو عبر الاتصال الهاتفي. كم الرقم؟ أو عبر والله ما أحضر الرقم، لكن ممكن في فاصل نأخذ. إيه. أو عبر الحضور وافي، مقر وافي، وافي مفتوح مقره لجميع المشترين. اليوم وافي هي جالسة تطرح نفسها عمود فقري للقطاع العقاري. القطاع العقاري يقوم على أجنح معينة أو على أركان، المطور أحدها، المشتري هو ركن من الأركان، الممول هو ركن، ومالك الأرض هو ركن. إذا اكتملت هذه الأركان اكتملت المنظومة الاقتصادية لزيادة المعروض والدورة الاقتصادية المناسبة لهذا القطاع. لكن لما يكون في خلل، فيه ميلان لصالح المطور، أو يكون فيه منظومة خلل ويصير فيها فقد ثقة، وهذا اللي ما نبيه، وهذا اللي أجله سمي وافي وافيا، لأن يكون في وفاء بين هذه الأطراف كاملة. جميل. تسمح لي أخذ فاصل وأرجع أكمل معك بعد هذا الفاصل، مكملين. حياكم الله مجددا في هلا، نتحدث مع الأستاذ أنس المزروع عن برنامج وافي. وقبل الفاصل كنا تحدثنا عن المطور الذي يتأخر وشرح العقوبات التي تفرض، والنسبة 7% اللي يحق لكل شخص متأخر عليه أن يأخذها يوميا عن كل يوم تأخر، ووصلنا إلى فكرة تواصل الناس مع وافي. وقال الأستاذ أنس أن التواصل يصير عن طريق الموقع الإلكتروني، ويصير أيضا عن طريق زيارة مقرات وافي مباشرة، وأيضا رقم وافي اللي راح نعرضه أمامكم على الشاشة الآن، يستطيع أي شخص لديه أي استفسار أن يتواصل معهم. الرقم هو 920-004-831، وراح يظهر أمامكم على الشاشة بعد قليل لمن أراد أن يتواصل مع وافي. أكرر الرقم 920-004-831، هذا الرقم الموحد لكل من يريد أن يتواصل مع برنامج وافي. أرجع لك الأستاذ أنس، اليوم أنت شرحت في البداية فكرة البرنامج، إذا أردنا أن نتكلم الآن عن المرحلة الأخيرة لوافي، ما الذي قدموا وأنجزوا على أرض الواقع؟ اليوم طبعا الحمد لله، انا قلت لك الفقره يعني المرحله الاخيره اصبحنا مرينا مرحله نضج، مرحله اكتمال او عوده الثقه بين المشترين والمولين والمطورين. اليوم يعني نلحظ نمو سريع في عدد الوحدات. اليوم عدد التراخيص اللي دخلت علينا هذه السنه يعني تقريبا اكثر من 53 رخصه باكثر من او قريب 40,000 وحده. لاحظ أقول لك أنا اليوم بعد أنجزنا تقريبا 40، فكأننا متساويين، ويمكن الربع الأخير يعني أعلننا اليوم أو أمس إنجاز 16 مشروع. عدد المشاريع الصغيرة اليوم، يمكن اليوم نحاول نأكد دائما أن فيه خيارات الشراء العقارية دائما مختلفة، في أنك تشتري على الخارطة، وفي أنك تشتري أرض وتبنيها، وفي أنك تشتري جاهز. اليوم دائما خيارات الشراء على الخارطة فيها ضمانات أكثر، المبالغ المالية موجودة في حساب الضمان ولا تصرف إلا برقابة كاملة وتوقيع من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ووفقا لنسبة إنجاز. بلغت نسبة إنجاز معينة تستحق أن تأخذ هذا المبلغ، لم تبلغ لا تستحق أن تحصل أو تأخذ هذا المبلغ. أيضا يعني يمكن المشاريع الصغيرة اليوم استطاعنا إدخال مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة في السوق، نسبة نمو هذه السنة 543%، يعني ليست ضعف، أكثر من 5 ضعف. 543%. نعم. هذه السنة 543%. ويمكن ملاحظ يعني اللي ناظرون المنطقة العقارية ومحيطة يلاحظ المشاريع الصغيرة اللي بدأت عنده، وهذا مؤشر إيجابي لخروج شركات ومنشآت صغيرة ومتوسطة، مؤشر إيجابي لارتفاع عدد حتى خلق الوظائف. يمكن السنوات الماضية ساهمت المنظومة كاملة في خلق أكثر من 40,000 وظيفة. أيضا حوكمة القطاع والرقابة اليوم لم تعد رقابة بطيئة جدا أبدا، هي رقابة من القطاع الخاص عبر القطاع الخاص، مكاتب استشارية مرخصة ومحاسبية مرخصة تراقب
وتشرف على المشاريع وتتحمل المسؤوليات القانونية، وهذا اللي يعزز عجلة التنمية ويديرها بشكل أسرع. وأيضا ندخلنا في بحر الإنجاز اللي ساهمت في ارتفاع نسبة التملك إلى 60%. النقاط أيضا اللي أحب أكد عليها اليوم بإيجاز، إذا وافي اليوم يرخص مثل ما هو يرخص المشاريع السكنية، ويرخص أيضا مشاريع تجارية وأبراج ومولات وصناعية. اليوم حتى التأجير اليوم أصبح على الخارطة، سابقا عشان تستأجر أنت وحدة أو تؤجر يجب اكتمالها. اليوم دائما اللي يدخلون في أشياء تجارية الأفضل أنه يؤجر مبكرا، بحيث أنه في نهاية المشروع يبدأ المشروع دفعة واحدة ويكون عوائده المالية أفضل لصالحه وأيضا لصالح المؤجرين. جميل أستاذ أنس، أنا أشكر لك حقيقة تجاوبكم معنا، الله يبارك، أشكر لك هذا الحضور، وإذا تسمح لي نمد لقاءات قادمة لنناقش فيها كل المشكلات التي قد تطرأ ولم تناقش بعد بإذن الله. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. أشكر الأستاذ أنس المزروع كثيرا، أشكر الأحبة في العلاقات والإعلام في برنامج وافي، وعلى رأسهم الأستاذ عمر الشعيل أيضا اللي يتواجد معنا في كواليس هذا اللقاء. أكرر أنه الأستاذ أنس ذكر العقوبات المتعلقة بالمطور العقاري الذي يتأخر، ذكر الحقوق التي يحصل عليها كل من يتأخر تسليم وحدته ومن ضمنها 7% عن كل يوم تأخر، وذكر أن مشروع الدمام المتعثر اللي تكلمنا عنه في تلك الحلقة وقع المطور تعهدا أن يتم تسليمه في 31/12، ويومها سيكون لنا حوار في هذا الموضوع. وذكر مرة أخيرة بوسائل التواصل مع وافي لمن تضرر أو أراد أن يتواصل عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق زيارة مقرات وافي، وأيضا عن طريق الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة الآن 920004 8 3 1. والأستاذ أنس يقول إن وافي سمي بذلك ليكون وفيا في حماية المواطنين والمستفيدين مما قد يلحقهم من أي ضرر من المطورين أو غيرهم. متابعين هذا الملف معكم، وبعد هذا الفاصل ألتقيكم. حياكم الله مجددا في هلا. في 10 ديسمبر 2021 في صحيفة عكاظ كتب المحامي ماجد قاروب مقالا دعوني أسمي بلا مبالغة بالمثير بعنوان المقاولات والإدارة العشوائية، تحدث فيها عن هذا القطاع من الناحية الإدارية المالية والقانونية وفقا لتخصصه. كثير من النقاط في هذا المقال تستحق الاستيضاح والحوار والنقاش، ولذلك معي هنا في الاستوديو المحامي ماجد قاروب الذي تكرم علينا بقبول دعوة البرنامج. حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. أبدا، شكرا لدعوتكم وجزاكم الله خير، وأحييك وأحيي مشاهدينك الكرام. أهلا وسهلا. في بداية المقال ذكرت أهم أسباب تعثر وتعطل شركات المقاولات والمشروعات الإدارة العشوائية للقطاع الخاص بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص، البعيدة في معظمها عن الحوكمة والإدارة الرشيدة وعدم التركيز على الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والمالية بشكل متناسق ومتناغم. يعني هل تعتقد أنه هذا نقد حاد لواقع القطاع اليوم ولا منطقي؟ لا، منطقي جدا وواقعي جدا، ومشاهد الحال تعبر عن هذا الواقع حقيقة. هذا المقال نتاج تجارب وخبرات طويلة مع القطاع. لازم نقر ونعترف بواقع تعايشنا معاه في العقود الماضية، وجاء الوقت أنه نفهم الرسالة ونفهم الرؤية ونفهم الواقع والمستقبل والتطلعات، ونتوائم مع ما هو مطلوب للمرحلة القادمة. فحقيقة اللي ما يقدر يتوائم ويستطيع أن يقرأ القراءة الصحيحة فهو بيخرج نفسه من المجتمع، بيخرج نفسه من السوق، بيخرج نفسه من الممارسة، لأنه لن يجد مساحة للمنافسة أو العمل أو البقاء أو الاستمرار. فاليوم كلهم يعيشوا على رصيدهم المتبقي عما سبق، ولكن لا توجد لهم آفاق للاستمرار والحياة في المشاريع القادمة والرؤية وتنفيذها على أرض الواقع. عما سبق تقصد طريقة إدارة المرحلة السابقة؟ طبعا طبعا. طيب اليوم مع كل التغيرات اللي صايرة ما زلت في المقال تصف قطاع المقاولات بالعشوائي، نعم. هل عشوائية تغلب على تنظيمه ولا تساوت ولا العكس؟ لا، لا تزال العشوائية هي المسيطرة، لا تزال العشوائية، لأنه 80% أو أكثر كمان شوية من هذا القطاع مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي حدودها عمارة، تشطيب، مجمع 4 فيلا ويعتبر يعني صفقة،
يتحدوا في مشروع بقيمة 15-20 مليون، هذه تعتبر مشاريع صغيرة جدا ولا تنمي ولا تستطيع أن تأخذ شيء من المستقبل وما يطرح فيه من مشاريع. يعني اليوم عندنا تقريبا 1000 مشروع معلن من كبرى الجهات الحكومية تتجاوز قيمتها 1 تريليون ريال، وأنا أرى أنه القادم سيصل إلى 1 تريليون دولار. هذول ما يقدروا يشتغلوا، حتى من الباطن للباطن للباطن ما يقدروا يشتغلوا، لأنه النظام الجديد اللي وضع وتعديلاته في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية وضع قيود واشتراطات على من هو المقاول من الباطن، فحتى المقاول الرئيسي لا يستطيع أن يعطي العمل لأي مقاول من الباطن دون أن يكون مؤهل وموافق عليه من المالك وهو الجهات الحكومية، اللي اليوم أصبحت أيضا هي باعتبارها من أكبر ملاك المشاريع وأصحابها مقيدة بكيفية وآلية اختيار المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن، وبالتالي هذه الحوكمة تحد من وجود هذا العدد الكبير من المقاولين إلى المقاولين القادرين على التأقلم مع الوضع الجديد للنظام. طيب طالما هذه الحوكمة موجودة، وش اللي يدعوك في المقال إلى أنك تقول أنها بعيدة عن الحوكمة؟ لأن الحوكمة تطلب مصداقية وصراحة مع النفس، وإذا كانت المقاولات فرع من فروع الأعمال التي لا تحظى بالاهتمام، وطبعا في شق لازم نصارح نفسنا أكثر بأنه في وجود تستر وفي وجود عدم خبرة وعدم معرفة وتسليم الأمر إلى العمالة للقيام بما ترى، هذه الأمور في الحقيقة يجب أنه نعمل على تلافيها وإعادة النظر وأخذ أحد الحلول، إما التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ، حتى أستطيع قادر للبقاء والاستمرار والعطاء. طيب بكل صراحة كده ومباشرة، كم نسبة ولو نسبة تقديرية في قطاع المقاولات، كم نسبة الجيد إلى العشوائي بصراحة؟ 5 إلى 95. 95% إيش؟ عشوائي. أوف. نعم. الآن على الآن. الواقع. نعم. وش الحل طيب؟ عشان يعني ذكرت الأشياء الإيجابية في النظام الجديد، في الحوكمة، في كل شيء، وش اللي لازم ينعمل عشان 5% هذه تقل إلى أدنى ما يمكن؟ الالتفاف حول هيئة المقاولين. حقيقة هيئة المقاولين هيئة بالرغم من أنها يعني حديثة التأسيس، ولكن أدت رسالتها بالرغم من ضعف إمكانياتها، ولازم نشيد بما لهم بكفاءة عالية وبإخلاص كبير، و يعني زي ما تقول مركب صغير في أمواج عاتية، ولكن جهودها ملموسة. طرحها للمشاريع في ملتقى سنوي أمر جدا رائع، تصنيفها للمقاولين وتصنيف الأدائي، بمعنى أنا اليوم أطلب من كل مواطن عنده حتى لو مجرد ترميم بيت واجهة مشروع ب50,000 100,000 أنه يشوف الهيئة ويشوف تصنيفات المقاولين على حسب التخصصات، حطوا حق الكهرباء لوحده وحق التصريفات لوحده وكل شق لوحده، وحطوه صغير صغير جدا متوسط، وبالتالي هناك تقييم ومراجعة على حسب ما يأتيها من المستهلك وهو المواطن حول الأداء، وبالتالي يحطوهم في درجات أكثر توصية باستخدامهم أو أقل توصية ويمكن إخراجهم. ولذلك حقيقة الهيئة هي أكبر جهاز حديث يعمل اليوم في البلد من ضمن كل الهيئات الأخرى، مهندسين ومحاسبين ومحامين، هي الأكثر إنجازا تجاه دعم القطاع اللي تعمل فيه، وحقيقة لابد أن أشيد فيهم اللي هي الهيئة السعودية للمقاولين. نعم. طيب تحدثت في أكثر من جزئية في المقال عن ضعف القانون وضعف الجانب القانوني. نعم. كيف تشرح لنا ضعف القانون؟ من فين جاي ضعف القانون لدى المقاولين؟ ما عنده مستشار قانوني وما عنده إدارة قانونية، وإذا أبغى يستعين بالمحامي يستعين فيه بعد ما تصير فيه قضية وتصير فيه مشكلة، وبالتالي يعني دور اللي يقوم به المحامي والمستشار القانوني لمعالجة ما حصل له يكاد يكون رمزي، لأنه المستشار القانوني والمحامي يجب أن يكون مع المقاول أو مع رجل الأعمال بشكل عام، لأنه الثقافة الحقوقية هذه يعني شاملة من مرحلة الإعداد والتخطيط للمشروع والبرنامج ومن أو الفكرة المشروع، ومن ثم يأتي في مرحلة التعاقدات، ومن ثم يأتي إلى مرحلة الخلاف، وهناك أوجه متعددة للخلافات، ومن ثم إذا اضطريت أنك تروح القضاء.
فانت تجيب المحامي في الشوط الاخير واحيانا حتى في الوقت بدل الضايع، يعني حتى يروح المحكمه ويكون صدر عليه حكم ابتدائي ويقول لك تعال الحقني في الاستئناف. وبالتالي غياب الثقافة الحقوقية لدى مجتمع الأعمال بشكل عام والأضخم وهو قطاع المقاولات بشكل خاص تجعل ضعف الثقافة الحقوقية هذا واحدة من أكبر المخاطر في انعدام الحوكمة واستمرار العمل العشوائي. بمعنى أي دائما لما نيجي يتكلم معايا أي مقاول أو شركة مقاولات، من محاميك؟ من إدارتك القانونية؟ عندك أحد؟ ما عندك أحد؟ أنا أقدر أفهم أنه عميلي الجديد أو العميل الجديد هذا بعيد عن أي عقود تستطيع أنها تساعده، الورق مش معاه، الورق كله ضده لأنه بس هو وقع وخلص وجاء ماشي وانتبه في الأخير أنه ورط ووقع في مطب كبير ويطلب من المحامين يساعدوه. طيب تسمح لي أخذ فاصل نكمل؟ تفضل. بعد هذا الفاصل مكملين معكم. حياكم الله مجددا في الجزء الأخير من يا هلا. ضيفي في هذه اللحظات المحامي ماجد قاروب، وأتحدث عن مقاله المنشور في صحيفة عكاظ المقاولات والإدارة العشوائية. رحب فيك مجددا أستاذ ماجد. تكلمنا آخر شيء عن ضعف القانون وشرحته بالكامل. في جزئية في المقال تقول فيها بخلاف ضعف القانون اللي شرحناه قبل شوي، هناك ضعف آخر في الكوادر البشرية من حيث التأهيل والقدرة على إنجاز وإتمام الأعمال. نعم. ما هذا الضعف في قطاع المقاولات؟ هذا ضعف يأتي حقيقة في عدة قطاعات. نأتي بالملاك، وأنا أعتبر الدولة هي الجهات الحكومية هي المالكة الأكبر للمشاريع واللي تطرح المشاريع الكبرى في البلد. اليوم الواقع الهش للإدارات الهندسية وإدارة المشاريع في العديد من القطاعات الحكومية يجعلها أنها تضع كراسة شروط لمواصفات غير قابل للتنفيذ من اللحظة الأولى. ليش تسمي هش؟ لأنه اليوم عشان تضع مشروع تنموي كبير يحتاج كفاءات، يحتاج خبرات. حقيقة يعني لازم نرجع ناخذ الأمور بتاريخها ونستحضر ما صرح به سمو ولي العهد عن واقع الإدارة الحكومية والإدارات الحكومية والوزراء والوزارات ومستوى الأداء. وطبعا إذا حطينا موضوع الفساد بأنواعه اللي هو فيه فساد تشريعي وفيه فساد مؤسسي وفي فساد إجرائي وحتى الموظف الغير مؤهل للوظيفة أن يكون في هذا المكان. فبالتالي كثير مننا يعلم أنه عدد كبير جدا من المشاريع عندما تطرح في المنافسة هي غير قابلة للتنفيذ من اللحظة الأولى، وبالتالي وهم بيوقعوا العقد بيتفقوا على تعديل العقد، فتمديد مدة، تقصير مدة، إجراءات من هذا القبيل. فمن أول لحظة المواصفات حقت المشروع غير قابلة للتنفيذ. وهم يعرفوا أنهم غير قابلة ولا يجهلوا أنها قابلة ولا لا؟ المحصلة عندي واحدة، أنه أنا صار عندي مشروع الكراسة التي يتم عليها المنافسة لن تتم بهذه المواصفة، وبالتالي حيتغير. لا شوف، هو المحصلة واحدة بس الإجراء نفسه ليس واحد، لأنه إذا أنا أعرف أنه صعب التنفيذ غير إذا أنا أجهل أنه صعب. ما هو أنت اليوم ما تبغى تحكم بالنوايا، لكن في النهاية أنا عندي شروط مواصفات لمشروع ما أقدر أنه فعلا يطبق. مثلا لأخطاء ما تقدر تفهمها، أنه مثلا اختبارات التربة للمشروع أو تسليم المشروع للمقاول، الأخطاء البديهية التي لا يمكن أن تقع في هذه المرحلة من المراحل. ولذلك هذا النوع من المشاريع لما نيجي نتكلم على المناقصات والمنافسات، هذا النوع من الأخطاء الشبه شائعة ما شفناها مثلا في المشاريع اللي تطرحها أرامكو، لأنه إحنا هنا نتحدث عن كفاءات وخبرات وتأهيل وتوظيف للموظفين والإدارات بشكل دائم ومستمر. ما شفناها في المشاريع التي طرحت من صندوق الاستثمارات في الفترة الأخيرة، وهو المحرك الأكبر والأهم في الاقتصاد السعودي في طرحه للمشاريع. مشروع واضح، التنفيذ واضح، المدة واضحة، الحقوق والواجبات حتى الخلافات لها آلية واضحة للمنازعات. إذن أنا أحتاج إلى إعادة تأهيل حقيقة للإدارات الحكومية في إدارة المشاريع، إدارة التخطيط، الإدارات الهندسية وأيضا الإدارات القانونية. هذه الأخطاء الشائعة حقيقة لا يمكن أن نستمر فيها، ولذلك حقيقة
يعني الحمد لله رب العالمين على أنه اليوم المحرك الأول والأكبر والأساسي لكل مشاريع التنمية العملاقة الجديدة هو من خلال صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له أو القطاع الخاص الجديد. ولذلك أنت تدعو أنه الفكر الإداري الموجود في الصندوق ينتقل إلى كل المؤسسات. بالتأكيد لأنه هو نوع من التمازج من تفكير أرامكو اللي دعم مؤسس المكانات، ولذلك نجد الكفاءات الكبرى اللي موجودة في صندوق الاستثمارات العامة مع الشركات الوليدة منه استقطب أفضل الكفاءات. القطاع الحكومي يجب أن يترقى بكفاءاته من خلال تأهيل وإعادة غربلة حقيقية للقائمين على الوظيفة العامة. جميل. من ضمن جزئيات المقال تقول قانون المشتريات الحكومية الجديد وطرح المشروعات على منصة اعتماد وحوكمة الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد حسنت مناخ عمل المقاولين والقطاع الخاص مع الدولة، ولكن مشكلة القطاع الخاص تظل في إدارته العشوائية التي لم تمكنه حتى الآن من التأقلم مع المستجدات التشريعية والإجرائية للعمل الحكومي. نعم. كيف نستثمر هذه النقطة الإيجابية اللي ذكرتها في الحوكمة الجديدة ومحاربة الفساد مع الإدارة العشوائية في أنه ننقلها إلى مستوى يليق بالحوكمة الجديدة؟ كيف؟ تمام. هذا النظام عالج ما يسمى بالفساد التشريعي والفساد المؤسسي والفساد الإجرائي، وبالتالي أنا أصبح عندي تحسن كبير في هذه الجزئية. حلو. العمل قطاع عام قطاع خاص، القطاع العام تطور، القطاع الخاص لسه محله، لم يرقى إلى هذا التطور، لأنه لكي يرقى إلى هذا التطور يحتاج إلى أن يحدث في نفسه نفس الإجراءات اللي عملها القطاع الحكومي من تعديل وتطوير الإجراءات والكفاءة. طبعا الدولة عشان تنفذ هذه هذا الأسلوب الجديد في المشتريات والمنافسات طورت من الإدارات، صار عندنا منصة اعتماد، صار عندنا إدارات كثيرة جديدة، فتطور. القطاع الخاص لسه ما وصلته الرسالة أو مستصعب الرسالة أو في شيء عنده ما هم مؤهل أنه هو ينتقل إلى المرحلة الجديدة. أنت وش قراءتك؟ أنا أعتقد أنه مشكلة القطاع الخاص السعودي حقيقة، ولا أركز فقط على المقاولات، في مشكلة في الثقافة الحقوقية، وفي مشكلة في الشركات العائلية والكبرى في موضوع الحوكمة، لأنه الحوكمة حقيقة مسألة تتنافى مع الطبعة أو الانطباع الشخصي الفردي للإدارة. حتى لو عندنا شركات مساهمة حقيقة حقيقتها بالرغم من أنها مساهمة موجودة في السوق المالي إلا أنه حقيقتها ملكية لشخص وأبنائه، لأنه موضوع الحوكمة هذا موضوع يعني حقيقة خطير وعميق جدا، يحتاج إلى شجاعة وإلى إرادة بأن تستغني أو تتنازل عن جزء كبير من صلاحياتك وبطبيعة الحال وجاهتك ومكانتك الاجتماعية في الأسرة وفي المجتمع الاقتصادي وفي الوسط الاقتصادي، عن صلاحيات أنت تركتها لآخرين لا تستطيع أن تتدخل فيها. التنازل هذا يكون لصالح من في داخل المؤسسة حقتك؟ حقيقة هو لصالح الشخص نفسه. أيوة. ولصالح الشركة ولأجيالها والاقتصاد والوطن، ولكن هذه الخطوة اللي تحتاج نوع من الجراءة والشجاعة حقيقة الكل يتردد فيها ألف خطوة قبل أن يقوم بها، ولذلك اللي الشركات أو العوائل التي حوكمت نفسها. أيوة. والكل يعرفها بدون التسمية، حقيقة هي يعني عشرات الشركات فقط، وهي الأكبر والأفضل على مستوى الاقتصاد الخاص في المملكة. هل يعني كلامك هذا أن القطاع الخاص إجمالا ومن ضمنه الشركات العائلية إن لم تحوكم نفسها وقراراتها وأنظمتها ستخرج من السوق؟ إلى التاريخ. متى؟ قريب. الوتيرة اليوم سريعة، أي خلاف يحصل حقيقة ما بين شركاء أو ما في حال وفاة المؤسس أو القائد ضياع. طيب قبل أن أختم معك، 1-2-3، نسبة 95% العشوائية في قطاع المقاولات التي تقولها، كيف يمكن أن نجعلها العكس يكون 5% عشوائي و 95% جيد؟ 1-2-3. الغرف التجارية والهيئات الاستشارية زي هيئة المقاولين والمهندسين والمحامين عليها أدوار مهمة جدا لنشر الثقافة الحقوقية. محتاجين مسارات كثيرة جدا من أهمها التعليم والثقافة الحقوقية، تعديلات تشريعية كثيرة جدا لفرض
سلطة القانون على المجتمع، فما يكون اختيار المحامي مسألة اختيارية للسلطة القضائية أو للسلطات القانونية ولقطاع الأعمال، بمعنى أنه اليوم الحضور إلى التحقيقات في النيابة العامة على سبيل المثال هو مسألة اختيارية، ما لم تفرض وتحول إلى مسألة إجبارية ملزمة للمحقق والنيابة العامة والمتهم ستظل الثقافة الحقوقية ضعيفة. الدخول إلى المحاكم في العالم كله، لا يدخل المحكمة إلا قاضي ومحامي، أما السماح بوجود فئات أخرى للدخول إلى المحاكم لممارسة العمل القضائي، هذا لا يجعل للمحامي أو لرجل القانون مكانته الحقيقية. فهذه كل الأشياء البسيطة بالرغم من خطورتها اتجاه الحقوق والقضاء تساهم في أن تظل الثقافة الحقوقية ومكانة رجل القانون والمحامي في مرحلة متدنية أدنى من الحد الأدنى المقبول. أنا أعتقد أن ثقافتنا القانونية لن تتطور إلا بتعديلات تشريعية. طيب هذه التعديلات اللي تقولها الآن تقترحها هذه بصفة عامة للثقافة الحقوقية، نعم. لكن احنا في قطاع المقاولات وش اللي يفرق معه علشان يتطور؟ أنا أرجع أقول لك الثقافة الحقوقية لأنه هي تدللك على الأدوات، موضوع الاندماج، الاستحواذ، التصفية، البيع، التوازن المالي، هذه كلها أدوات قانونية، بدونها لن يستطيع التأقلم وكسب المرحلة الانتقالية حتى يستطيع أن ينتقل إلى المرحلة الجديدة التي يقودها بامتياز صندوق الاستثمارات العامة وشركاته. طول في روشن تفهم إيش لازم يصير لدى شركات المقاولات والتطوير العقاري، طول في أي شركة أرامكو تقود قطاع، شركات صندوق الاستثمارات العامة تقود قطاعات، كل شركة حقيقة هي نموذج لما يجب أن نكون عليه، إذا ما حتقدر تكون زيها فأنت إلى التاريخ. طيب بإجابة واحدة، إدارة مالية، إدارة قانونية، كوادر بشرية، وين الأولوية في التغيير اللي لازم تصير في قطاع المقاولات؟ مالية، قانونية، بشرية مع بعض، ولكن الإدارية أول شيء لأنه هي اللي تؤثر على الكل. أستاذ ماجد قاروب شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا فيها. هلا شكرا. أشكر الأستاذ ماجد قاروب، أشكر كل من تابع ليس هذه الفقرة فقط بل هذه الحلقة بأكملها. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.